ولكن الدوري الإيطالي دلوقتي هيتلعب. يعني هيتلعب، قال لك هنعمل فحص على كل اللاعبين في كل الأندية قبل الانضمام لمعسكرات ب 96 ساعة، وبينضموا لمعسكر وبيتحاول بأي قدر من الإمكان فكرة إن الدوري لازم يستكمل الإيطالي برغم تفشي المرض في إيطاليا. بص أحمد، الأصل في كل المسابقات على مستوى العالم إن المسابقات سوف تستأنف. زي ما قلنا كل الفرق أو أغلبها إلا اللي لها مصالح معينة بتسعى لاستكمال النشاط، لأن دي حقوق ومكاسب وهنناقش ده. ولكن في رسالة هنا مهمة، حتى بعض الفرق الإيطالية إلا ما كانش كمان بشكل رسمي، الاتحاد الإيطالي سبق وقال رغم أي مزاعم لأي أندية إن هي فكرة عدم استئناف النشاط ده شيء مرفوض وشيء احنا مصممين ان احنا نكمل، ومصممين ان المسابقة تخرج طالما اتيحت الظروف لده. طبعا عندنا الوضع في مصر بياخد الجانب بتاع الفرق اللي كانت عاوزة تلغي هربا من الهبوط، لكن الغريب جدا ان هي بتبقى فرق في المربع الذهبي، زي مثلا ما هنطلع نشوف دلوقتي فيديو للكابتن خالد الغندور وهو في كل حديثه عن الدوري دايما بيتكلم في الالغاء قبل الاستمراريه. نشوف الكابتن خالد الغندور. لغايه دلوقتي مفيش اعلان رسمي عن تاجيل او الغاء او رجوع الدوري العام المصري، وبالتالي ابتدت الانديه تتحرك. انت عارفين انه في 18 نادي في الدوري العام المصري. يعني اتحاد الكوره عايز الدوري يرجع، وعوده الدوري دي من وجهة نظر أندية كتيرة هي عودة هيكون خراب عليهم اقتصاديا، لأن هيبقى مطالبين مثلا اللي كان مطالب أنه يدفع مثلا 100 مليون جنيه مثلا أو واتيفر أكتر على مدار مثلا 7-8 شهور، هيبقى مطالب دلوقتي أنه يدفع خلال شهرين 200 مليون جنيه، لأن أنت مثلا الدوري هيتعمل او هيكمل في حوالي شهرين ونص ثلاثه، هتضغط الدوري وبعد كده بعديها بشهر هتبتدي الدوري الجديد، وبالتالي هتكون مطالب بمبالغ ماليه كبيره جدا تدفعها في وقت زمني صغير. وانا بحكي لك الكلام الانديه يعني. فالانديه دلوقتي عملت زي نوع من الاجتماع والاتفاق، اجتماع عبر بقى الموبايلات او واتيفر عبر ايه، واتفاق على ان هم هيطلبوا عدم عوده الدوري العام المصري الا اربع انديه. كل انديه الدوري العام المصري تقريبا 14 نادي وافقوا على الغاء الدوري هذا الموسم الا اربع انديه فقط، على راسهم النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي هو متصدر الدوري العام وبيامل في عودته، لان هو بنسبه كبيره جدا هو هيكون الفائز بالدوري. نمرة اثنين هو المقاولين العرب اللي عامل طفرة هذا الموسم في الدوري، وعقوده من أقل عقود الدوريات المصرية يعني، وبالتالي هو في المركز الثاني وعنده أمل كبير جدا أنه يشترك في بطولة أفريقيا الموسم الجديد. نمرة ثلاثة هو بيراميدز برضو اللي عمل نتائج كويسة وما عندوش مشكلة مالية. ونمرة أربعة يقال أن إمبي أيضا من الأندية اللي رافضة فكرة إلغاء الدوري. أما كل أندية الدوري العام المصري خصوصا الأندية اللي بتصارع من أجل البقاء في الدوري، كده كده أملها ضعيف في البقاء في الدوري، وبالتالي في حالة إلغائه لن يهبط أي فريق إلى دوري الدرجة الأولى به، بجانب الزمالك اللي عنده مشاكل مالية، وأيضا بجانب أنه بنسبة كبيرة صعب أن هو يحصل على الدوري هذا العام. هو السبب الأخير ده اللي هو السبب في السعي لإلغاء الدوري، كل فريق طبقا لمصلحته أو تبعا لمصلحته بيفكر في إلغاء الدوري. لكن هنا قبل ما نتعرض لبعض التناقضات اللي في الفيديو اللي عرضناه، لازم نأكد على نقطة مهمة جدا، دور الاتحاد المصري لكرة القدم. عندنا الاتحاد الإيطالي والأزمة متفشية في إيطاليا، وبعض الأندية طلبت بالإلغاء عشان هربا من الهبوط، ولكن الاتحاد الإيطالي قال هنكمل المسابقة بغض النظر عن مطالبكم. ايا كان عدد الانديه اللي بتطمح للالغاء لاجل مصالح شخصيه او لاجل مصالح موقفها في جدول الدوري، فلازم يكون الاتحاد المصري حريص كل الحرص على انه يستكمل مسابقه الدوري، طبعا بعد ما نقدر ان شاء الله نتغلب على ازمه كورونا. الحقيقه انا مش فاهم ليه الناس دايما بتضغط بفكره الموسم الجديد. انت خلص الموسم ده عندك دور اول، والموسم الجديد يبدا وقت ما يبدا. هي فكره الغاء دي، فكره الغاء الموسم ده ليه؟ طب هو السؤال هو ليه ما حدش مثلا بيتكلم
يعني الكابتن خالد غندور ما استعرضش خالص فكره الغاء دوري ابطال افريقيا، ولا عشان باقي ماتشين وممكن توصل للنهائي، عشان في لسه امال في البطوله؟ الامر صعب جدا. النقطه الثانيه انا عايز افهم يعني ايه لما الكره تعود خراب على الانديه؟ ازاي في 2011 و2012 كنا بنطالب بعوده الكوره عشان الانديه بتخرب، دلوقتي الانديه هتخرب لو الكوره رجعت؟ مفهوم غريب ومنطق غريب جدا. والغريب ان اللي تطلع من الكابتن خالد غندور ان كمان عدى 14 نادي طلبوا الالغاء. لا الغريب ان انت مستغرب، هو انا مش مستغرب اطلاقا، لان كابتن خالد الغندور انا مش عارف الكلام ده اقتصاديا هو بيقوله ازاي، يعني كلام غريب. انت بتتكلم لو انا عندي 100 مليون جنيه مفترض ان انا اصرفهم على الفريق، انا لو النشاط ما رجعش فهصرف 50، فعشان كده الانديه مش عايزه النشاط يرجع. كلام غريب جدا. طيب انت دلوقتي عليك مصروفات هتبقى 50 لانك هتخفض عود، وده اصلا ما حصلش، واصلا ما عندكش ايراد، لان بالتالي الشركات الراعيه والحقوق وكل ما يتعلق بذلك هيقول لك النشاط ما اكتملش، فال50 دول هتدفعهم كمصروف لا يقابله ايراد، دي بديهيات. طب على العكس لو النشاط استكمل انت هتقدر تلزم الشركات الراعيه الحقوق التسويقيه بتاعت البث ان هي تدفع لك مداخيلك، وبالتالي لما المداخيل دي تتدفع حتى لو اللاعب خد ال 100 مليون اللي انت كنت كده كده هتصرفهم على اللاعبين هتبقى اقل خسائر، بالعكس هيبقى عليك فائض لانك مفترض ان انت من البدايه عامل فائض. انما اللي حضرتك بتتكلمه ده معناه يا اما الامور ماشيه داخليا في حسابات خاطئه، يا اما حضرتك مش قادر تعرف ان فعلا انت طبيعي هتستفاد لما النشاط يستأنف. حاجه تانية بقى انا عايز اكلم الاهلاويه فيها، الشخصيه الاهلاويه. استعرضنا معاكم دوري 96 والفارق 6 نقاط، دوري 97 والفارق وصل ل 11 نقطة، دوري 2010 والفارق 6 نقاط. شوف الشخصية الأهلاوية اللي كانت مصدقة إن هي هتقدر تاخد الدوري رغم الفروقات دي، وشوف الشخصية النقيضة الزملكاوية اللي هي شايف إن أنا كده أصل حظوظي مش كتير فيبقى المسابقة ما تستأنفش. هو ده الفارق يا أهلاوي اللي أنت لازم تحافظ عليه، شخصيتنا إدارة، إعلام، جمهور، لاعبين وأجهزة فنية. أنا كده بقى برضه مستغربك، ما أنا لازم أردها لك، يعني أنت تذكر التواريخ دي كلها ومش مش فاكر المركز السادس والمنطقة الدافئة اللي لسه أول إمبارح؟ صحيح، أنا قلت أنت تكمل بقى. كنا في المركز ال 18 وكده كنا بنقول كده كده الدوري فرق كبير يا احمد في طريقه التفكير والعقليه. لذلك انا جيت قلت لك قبل كده انا كنت اتمنى ان الدوري ده يكون الزمالك اللي متصدره عشان نبدا بالزبط. نفكر بشكل احترافي فعلا. الناس قالت لي انتوا ليه بتقولوا كده؟ قلت لهم لان لو الدوري الزمالك متصدر كنت هتلاقي كل الكلام هصرف على الناس منين، هندفع فلوس ازاي، والسعي كله لاستكمال النشاط بالزبط. وفي النهايه كنا هنستكمل النشاط، وحتى لو الزمالك متصدر كنا هناخد البطل ال 42 كعادتنا وكشخصيتنا. ومعانا اخبار تانية يا احمد؟ اكيد طبعا، برضو تخص فكره بقى البعض اللي روج لفكره هل ممكن بطوله افريقيا او بطولات افريقيا الانديه سواء دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه يتم الغائهم. طبعا الاتحاد الافريقي اعلن ان مفيش سبب لاي الغاء، وان الموضوع مكمل معانا يا فارس، وهيحاولوا برضو يوفقوا مواعيد مناسبه لاستكمال البطوله. ده البيان والخبر، ولكن عايزين نروح لكلام مهم لانه تاكيدي. البعض برضو ساب كل حاجه وخد عندنا الفكره دي لفكره اصل الناس بتاجل يبقى الظروف مش معروفه. قلنا الاصل في الامور ان الدوريات بتؤجل الى ان يفضل في امل او حظوظ ان هي تتلعب، عشان كده خرج شخصيه مسؤوله في